موضوع حلقة اليوم غياب الموقف الرسمي من قانون حماية الأسرة من العنف. نرى أنه من واجبنا تطوير منظومة الحماية. لا خلاف على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة في الفترة الحالية. كل الإمكانيات لدى الوزارة قادرة أنها تستوعب كل ما سيفرز عن هذا القانون. بتحدى إذا وصلنا تعليمات من الحكومة بوقف العمل بالقانون أو وضعه جانبا. هذا أول قانون يعالج ظاهرة العنف في الحيز الخاص. يعني هذه المدة الطويلة لم تكن كافية من أجل يعني أن يرى هذا القانون النور؟ إحنا اليوم أكثر نضجاً للتعاطي مع القانون 2004 و2006. عندهم مصالح شخصية في عدم إقرار هذا القانون.